هالدنيا مسكرة بوابة، ساعة بتضحك لك يا بابا، وساعة بتكشر عنابة، والناس تخبت بتيابة، وسلام عليك يا بابا، والمدرة وحودن كذابة، بنغني لون يا ميجنة، بيغنوا موال عتابة، وسلام عليك يا بابا، وسلام عليك يا بابا، وسلام عليك يا بابا، وسلام عليك يا بابا، وسلام عليك يا أبو كعكة أبو كعكة. نعم سيدتي الجميلة. سيدتي الجميلة ممكن تسمحي لي، أنا دبت بتسبيلة ونهاري بقى ليلي. هلأ اتركنا من الغنى وتعلق لك شوي. تعا اي مالي فاضي مشغول. تعا ولا قال مشغول قال تعا. ايه إذا كان هيك نجي. ليش عم تتمقطعي فيني؟ وإذا كنتي مرت المختار يعني ما بكفيني غراسة جوزك؟ هلا امسك لي لك بلا طول لسان، هذا صحن من المنسف يلي عملناه اليوم، امسك. تبع المسؤول اللي إجا؟ ما باكل فضلة مسؤولين أنا، والله لو طوبوا لي المرجع، فضلة مسؤولين ما باكل. الله وكيلك مو فضلة مسؤولين، هذا من طبخي، وأنا سكبت لك يا من راس الطنجرة. وليش يا حلوة؟ عم تدلليني؟ شو ناوية؟ طالعيني عن ديني؟ لا بس بدي اياك تدعي لي الله يرزقني بولد احسن ما جوزي يتجوز علي. ايه بيعملها. حاكم المخاطير دائما عيونه شيحه مثل النواطير. الهي ومولاي وانت جاهي وسيدي ونصيري وعضدي. ترزق هالعبده هي يلي واقفه قدامي وعم تشقلني بعيونها ومسبلتن وعاملتلن مسكرة ومكحلة ونافخة خدودة ونادفة حواجبها وعاملة تاتو كونتور وعطتني صحن رز. يا إلهي ترزقها بولد صالح يعفرت ببطنها عفرتي ويلبطها لبط يا حق. الله يسلم هالتمي أبو كعكة. تاكل حلو؟ شوفي إذا حلو مقاطع من يلي بيجيبه جيزة من يلي بيجيبه جوزك ما بدي احشي معدتي بالزبايك. لك ولا يهمك، الحلو يلي عنا طوصاية من الشام ومن أفخر المحلات. كتير حلو، إذا كان هيك ناوليني يلي فيه النصيب، خليني أتيسر مستعجل أنا. يلا خليك دقيقة لا تروحها. لا تطولي، نسوان فتيلتهم طويلة ما دخلق أنا. يلضيك تحتار لا لا بجنة ونار لا لا والدنيا مرار. ها اجا ابو كعكي ابو كعكي ابو كعكي تفضل هون شوي. ماني فاضي مستعجل. اسمعوني يا ناس، اي اسمعوني منيح وفتحوا ادانكم. ها الساعة قربت يا جماعة، قربت كتير، وهي انا عم نبهكم لا تقولوا بكرة ابو كعكي ما حكى. بقى كل واحد يجهز زواته منيح، لانه هني ما بتنفع الا زواده صالحه، ما بتنفع المحسوبيات، ما بتنفع الوصايد. هني ما في لا بيت ولا ابن جاريه، والله لا تاكلوا قتل وتفرقوا والله، واذا ما صارت جلودكم تنبكات ما بيكون اسمي ابو كعكي. في حدا عنده سؤال؟ انا ابو كعكي. مو هلا ولا خلاص بعدين اجلولي الاسئله هلا، كم مره نبهتكم؟ يلا سنفل لو عالسنفريان، سنفل لو عالسنفريان، سنفل لو عالسنفريان، شو ما قالك سنفريان، شو ما تطلب سنفريان، شو ما بدك ردوا معي، شو ما بدك سنفريان، شو ما تطلب سنفريان، شو ما بدك سنفريان، وسنفر سنفر 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 يا مسفور يا مسفور، سنفر لو عالسنفريان، سنفر لو عالسنفريان، سنفر لو عالسنفريان، سنفر لو عالسنفريان. وين ابو كعكي؟ كملنا الغنية. بعدين ما اللي فاضي بلا مستعجلي. اهلين ابو كعكي. اهلين. اقعد محلي شرب. فينا كاسة شاي لابو كعكي؟
حجم عائلي كبير. اكرم عينك، كبر له اياها. على عيني. ايه ابو كعكي، ليش ما سمعته غنية للشاب هذا؟ كشوا الدجاج من قدام البيت، يا ليت ترجع ايامي يا ليت. كشوا الدجاج من قدام البيت، يا ليت ترجع ايامي يا ليت. لك يسلم هالتم يا ابو كعكي. يا حبيب، بدنا نطلب منك طلب ومنترجاك تلبي لنا اياه. اخوك عادل بده يخطب سلمى بنت ابو كايد زعروره. ايه عندي علم. وينك؟ اذا بده ياني يكون جاهة انا جاهز. هلا اتركنا من الجاهة ابو كعكي، بدنا اياك تحسب له منيح وتشوف لنا اذا بده يتوفق بهالجازه يا ترى ولا لا. تفضل عمي ابو كعكي. ايش شوي تشكى يا طيب؟ شو اسمها اما سلمى؟ فرحانه. فرحانه، ماشي الحال. اذا قلنا حرف الراء 17. وشو اسم ستة؟ نعسانه. نعسانه، والنون 13 صاروا 30. بنطرح اول حرف من اسم العروس يعني السين، 30 ناقص 7 يساوي 21. بس 30 ناقص 7 يساوي 23. شو هاد يا؟ لا دخل انت، انا عم ربع وكعب واجزر وما بدي حدا يتفالح. لك اخي لا تقاطعه، اتركه يحسب لحاله. شو اسم امك انت؟ سهيانه. ايوه. واسم ستك ام امك؟ طشيانه. طشيانه؟ والنعم والله. طيب سيدي، اذا قلنا 14 زائد 15 يساوي 23 ناقص 4 يساوي 20، افتح قوس يا ربي، 21 زائد 20 يساوي شو بدينا؟ واحد. ايه وشو طلع معك؟ يا سيدي رح يتوفقوا مع بعضهم ورح يجيبوا ولد واحد. بقى وينك؟ اتكل على الله وروح خطب البنت وان شاء الله تاخدك، لانه حلوه كثير سلمى وانت بشع. كتر النقد، ها نقد المتقدم لانه بتستاهل، ولا تزنق حالك بالمتاخر احسن ما تندم. ها يسلم هالتم ابو كعكي. ايه ناولو ناولو اوام ناولو اللي فيه نصيب. مبروك عادل. الله يبارك فيكم يا رب، شرف ابو كعكي. نعمه قديم، اللهم ديما نعمه. مبروك عدول. مبروك. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم يا رب. هيك بيكون اطمن بالك. اي والله اطمن. هات يا ولد، وزع لمناده للكل على حسابي. ابو كعكي ابو كعكي يلا من هون. لعم شو هذا؟ شو هذا؟ لعم شو هذا؟ لعم شو شغلين؟ لعم يا اهل الضيعه، ساعتكم قربت، ما في كلام. جهزوا غلافاً وضبوا حالكم، الساعة قربت وقد أعزر من أنزل. مرحبا أبو كعكي. أهلين سلمى، أهلا وسهلا. شو ها؟ خذ لك هالرمانة. رمان؟ طب أكل الرمان والله طاب. افقش يا روحي افقش، افقش ومسمس لحق حالك يا حباب، حتى ساعتك أنت قربت. ها مش برا وبعيد عني، ليشك عم تفاول علي؟ انا عم بحكي عن ساعتك الثانية، انا عم بحكي عن ساعة فرحك، يعني القصة عم تعصعص وتستوي على النار، ويلي بالك منه كمان ناطرك على النار. الله يبشرك بالخير، هاي خبرية بتستاهل عليها 50 ليرة. اذا شفت عادل قل له سلمى بتسلم عليك ولساتها على العهد. انو عهد؟ ما رح العهد، لحكومتك ما عم يضلوا على العهد حتى تضلي انت. انت وصل الرسالة وما عليك. ان عيوني على عيني وراسي، خاطري. مع السلامة. كشوا الدجاج من قدام البيت، يا ريت تعود ايامي يا ريت. كشوا الدجاج من قدام البيت، يا ريت تعود ايامي يا ريت. العنزة سرحة غير مبارحة، العنزة سرحة غير مبارحة، العنزة سرحة غير مبارحة. أبو كعكي أبو كعكي. أهلين أبو نجيب، شو بدك مني؟ لك بدي أصبح بهالوش الحلو. شو ما راح تفطر اليوم؟ والله إذا بتفطرني ما عندي مانع. شو رأيك بسندويشة حلاوة على كيفك؟ المنيحة ما بدها سؤال، لف لي اياها لبين ما اروح وارجع، وكتر الاقدام ها، واملي اللب اذا كانت السندويشة فرنجونية.
ليش لوين رايح؟ عادي مهمة بيت المختار. رفوار العنزة سرحار غير مبارحة. رفوار والله عشنا وشفنا. بيّن معك شيء. أنا بإذن الله ما بقرأ فنجان، لا بعلم بالغيب. رب العالمين وحده هو يلي بيعلم بالغيب، بس أنا عندي فراسة. شو عم تقلك فراستك؟ بدك تجوز علي؟ ما بعرف، شو بعرفني؟ يمكن ايه ويمكن لا. شو هالحكي يا ابو كعكي؟ فشلنا قلبنا المخلوقة، يعني معقول هيك تخليها معلقة بين سفائني؟ شوف مبين معي بهالمنطقة في عجقة ناس هون بكعب الفنجان، شايفة؟ شايفة قديش في روس بالمنطقة؟ يعني روس بني آدمين؟ بقى هالعجقة هي والله أعلم عجقة عرس أو عجقة شي تاني أو عجقة، والله لا بعلمي ولا خبري، ما بعرف. لا سيدي ما حذرت، هي مو عجقة عرس، هي أكيد عجقة الانتخابات. يي ليش جوزك ناوي يترشح؟ ايه تقبريني، قال جاي على باله يمارس العمل السياسي. وليش زعلانة أنت؟ خليه يمارسه، أحسن ما يمارس الجواز مع وحدة غيرك. معناها يا حزينة ما استفدتي شي، يعني بكرة إذا نجح بده يتجوز عليكي من تاني يوم. الله لا يقدر، ليش هالمفاولة هي يا سلمى؟ بعدين وينك؟ جوزي مو زبون النجاح، أكيد رح يسقط. ليش حتى ما ينجح؟ لأنه ما حدا بيطيقه، لا أهل ضيعتنا ولا أهل الضيع اللي حوالينا. هي مزبوطة، لأنه جوزك المختار غليظ وسميك دم، يخرب بيته شو ثقيل، الله يعينك عليه شو متحملتيه. اي والله ما كون أنا محلك كنت طقيت طقيق وزتيت حالي بالجب. هلأ شوف لنا بالفنجان، المختار رح ينجح بالانتخابات؟ أنا ما بنجم بالفنجان؟ صالحي أخوارك الله يرضى عليكي، أنا بشتغل بالفراسة وعندي خبرة بمجال السياسة. طيب شوف لنا بفراستك رح ينجح؟ والله هالمسألة صعبة تبين معي. لك ليش صعبة يا أبو كعكي؟ فنجان وسياسة ما بيجتمعوا، بس المختار بينجح طمني بالك. الله يطمنك، كيف بده ينجح وصيته عاطل؟ أنا بقلك شلون؟ هلأ السرسرية، السرسرية يعني والعواطلية بينتخبوه ولا لا؟ أكيد بينتخبوه لأنه مثل هون مثله. والحرامية وقطاعين الطدق بينتخبوه ولا لا؟ معلومة بينتخبوه لأنه بحبوه كتير. والمدهلزين ومسيحة الجوخ هدول أول العالم بينتخبوه. والمرتشين والمنتفعين ورؤوس الفساد معلومة بينتخبوه حتى يغطي عليهم. إيه خلاص مين صفي لكان؟ نجاحه مضمون يا أختي 100%. الله عليك يا أبو كعكي شو حكياتك زراف، يعني هلأ عملت كل أهل الضيعة ما بيسوا؟ طبعا، لأنه الساعة قربت، قربت الساعة يا سامعين الصوت، يا أهل الضيعة قربت الساعة. هلأ شو بدنا بالساعة؟ غني لها غني لسلمى. يا على عيني، إذا لسلمى ما عندي مانع. سليمة غدا لما أموت وأنت بعدي تطوفين القبور على تأني. تضرب أنت وهالغنية سكوت، أما طلنا قلبنا. وهلأ رح غني لكم بصوتي المعازي لمحمد عبد الوهاب اللي بيعتبره أستاذي. طير يا فؤادي وغني ثم ابكي عني ثم ابكي عني واشكو الزمان. طير يا فؤادي. حلو مهيب، خوف وشاري بس حلو. يا ابو كعكي الله يخليك غني لنا شي غنية رهجة. ايه طبعا، لانه ما حلوة ما نغني معك. عيني وراسي. لا واحد ولا مية ولا الف وخمسمية ولا كل الدنيا دي دي ولا مرحبا شباب.
أهلين. أهلين. ممكن أسأل سؤال بالله؟ أهلا وسهلا تفضل. منو هذا اللي كان عم يغني ومشان القهوة كلها؟ ولو هذا أبو كعكة. أبو كعكة؟ مين هذا أبو كعكة؟ مين بده يكون يعني؟ رئيس مجلس الأمن؟ ما شايفه درويش وعلى البركة؟ يعني هو من هون من عندكم من الضيعة؟ لا والله يا أخي غريب، إجا على ضيعتنا من شي 3 سنين. بس خير في شي؟ لا لا أبدا، حبيت استفسر بس. السلام عليكم. شبو شبو أبو كعكة، صار لي ساعة بدي أنادي لك، ما تسمعني؟ وليش لحتى تنادي لي؟ كيفك أستاذ رياض؟ مين هو أستاذ رياض؟ هلا لا تجذب علي، من أول ما شفتك عرفتك، بطالك من بين 1000 زلمة. أنت مخربط يا أخي، مو هادي اللي عم تحكي عنه أنا، مو هادي اللي عم تحكي عنه يعني، عرفت شو؟ فهمت علي مو هيك؟ تركني بقى روح، روح، تركني بهمي يا أخي، روح عنا فرقنا. أتركك بهمك؟ لك ليش هيك عامل بحالك فهمني؟ بتعرف؟ أنا أول ما شفتك فكرتك جاني رسمي، بس لما هربت مني وطلعت برات القهوة عرفت أنك عم تجدرها، بس مو علي. لك أهلين. أهلين أستاذ ممدوح. إيه ها؟ هلا صرنا نعرف نحكي. أهلين بروت. أهلين حبيبي. أهلا وسهلا ومرحبا. قل لي بقى، إمتى صرت على البركة مع إنه عائلاتك بيوزنوا بلد؟ لك وطي صوتك وخلينا نحكي بغير المحل، امشي لقلك امشي. هذا يا سيدي لما نقلوني بالوظيفة لهون جيت وأنا محبط على الآخر، يعني مثل حالتي فرد شكل. وقبل ما أوصل للضيعة بشوي شفت جنازة كبيرة، سألت راعي غنم كان مارق من جنبي، جنازة مين هي؟ قال لي جنازة أبو طنجرة. ومينو هذا أبو طنجرة كمان؟ مجنون الضيعة يلي كان قبلي. ها، يعني ضروري لكل ضيعة يكون إلها مجنون؟ طبعاً، المجنون أو المبروك ضروري للضيعة، مثله مثل المختار ورئيس المخفر. المهم سيدي، شو صار بينك وبين الراعي؟ الراعي حكالي عن أبو طنجرة وقديش كانوا أهل الضيعة يحبوه ويدللوه. قامت فجأة وبلا مقدمات لمعت براسي الفكرة وقلت لحالي يا ولد جرب حظك بالضيعة، اسمه صافيها شاغر والمجنون تبع حمات. ايه وبعدين؟ ما كذبت خبر يا ممدوح، فوراً رجعت لبست هيك لبس وجذبتها وفتت على الضيعة. وشلون هيك صدقوا أهل الضيعة دغري إنك مجنون؟ مو بس هيك، اقتنعوا إني مبروك ومكشوف عني وصاروا يتباركوا فيني. العمى على الخير العمى. معقولة؟ بس يعني أنت شلون ترضاها على حالك بعد ما كنت موظف محترم تصير أهبل ويرقدوا وراك الولاد بالطرقات؟ يعني شلون سجمت مع هالقصة؟ احط بالخرج، المهم النتيجة، المهم المردود. ليش فيها مردود منيح؟ يا سيدي أنا من وراء الخمسات والعشرات والخمسينات والميات والإكراميات عم طالع بالشهر قد معاش 7 موظفين مع زيادة والحوافز تبعهم. شو هالحكي هاد؟ طبعا هذا كله غير العز والنعيم اللي عايش فيه. هلا هاد عز ونعيم؟ طبعا، صدقني ما باكل غير أحسن الأكل، وعلى أغذية وأعشية طول النهار، وسكبتي على طول من راس الطبخة، ولما بفوت على المحلات بحمل وبمشي وما بدفع أي قرش، والكل بده رضاي لأرضه. وليش ما بتدفع بقى؟ مو أنا ما بدفع، هنن ما بيقبلوا ياخدوا، قال بتباركوا فيني. الله وكيلك، الفران واللحام والخضري والسمان كله ما بياخد مني قرش. لا وفوق هاد وهاد عامل حالي مستشار لأهل الضيعة، والكل بيشاورني بكل شغلة، وأهم من هالشي كله أني بحكي يلي بدي إياه، وليس على المجنون حرج، يعني لساني طليق وفلتان وآخذ راحته على الآخر. بسب المختار ورئيس المخفر ويلي أكبر من هيك وما حدا بيحكي معي، بالعكس بيضحكوا. بقى شو بدك أحلى من هيك عيشة؟ بالفعل خيلتني. شلون لبسي هيك؟ حلو، ما بو شي، لا بقلك لبسه خلصنا منه. شو بدي سمي حالي؟ لك مثل ما بدك، شوي هي كيلة. ايه ابو كيلة سمي حالك. ايه ما حلو ابو كيلة، ابو رماني ظريفة.
ايه ايه حلو ابو رماني، بس وين بدي يروح هلا؟ ولا يهمك، لقينا لك شاغر بضيعة جرن الكبير. وكيف بدي يروح لهنيك بالباص؟ لا روح مشي احسن، ليك الضيعة ورا التلة، ورا التلة مباشرة. انت متأكد انه في شاغر؟ سمعت انه من يومين مات المبروك اللي فيها، بقى الحق حالك بسرعة لانه مجانين كتير عم تدور على ضيع ما فيها مجانين. لكن لا روح لحق حالي، خاطرك. الله معك، مع السلامة. مهون يا زميل، خاطرك. مع السلامة حبيبي. قربت قربت يا شباب، قربت، ضبوا غراتكم، قربت الساعة. الله معك ابو رماني. مدري ليش العالم حابة جن، لا والكل مو بس واحد، لا واحد ولا مية ولا ألف وخمسمية ولا كل الدنيا دنيا دنيا ولا مليون. حديث المرايا.